طب قول لي يا استاذ مصطفى، يمكن انت يعني مصطفى اتاخر شويه في البطولات وهو صغير، وحضرتك قلت لي الكلام ده في اللقاء اللي فات، وانت ما قلقتش ومصطفى كان بادئ كوره. وعمه اللي هو اخو حضرتك، شفت انا حضرتك مذاكر كل حاجه؟ لا ده انت مذاكر المذاكره. بس انا عايز الجمهور يسمع القصه. عايز الجمهور يسمع القصه، انه ابتدى كوره وبعد كده اتنقل ازاي وبعد كده بدا السكواش ازاي. اتفضل يا استاذ. ابتدى متاخر طبعا، واحنا كنا الاول بنحاول يعني، كان كابتن شوقي عبد الشافي ربنا يمسيه بكل خير، ولو هو سامعنا ولا شايفنا يعني، كان المدرب بتاعي زمان. المهم كان مع مصطفى في الاكاديميه، كنا في نادي الجزيره، وكان كابتن عبد الشافي هو اللي ماسك الاكاديميه في نادي الجزيره، فكان معاه مصطفى في الفتره دي. فكان مهتم قوي بيه، ومصطفى كان ماشي كويس في الكوره، كويس جدا، لحد ما مشي كابتن شوقي. مش عارف كان جاله ظروف سفر او حاجه زي كده، فجه حد تاني، فما كانش فيه اهتمام نفس الاهتمام اللي موجود. فالفتره دي احنا يعني ايه، قلنا عمه شافه في مره، فقال طب ما تيجي خليه يلعب، انا شايف فيه كده حاجه من بعيده كده، خلينا نشتغل عليه شويه. بس دول ساعه اتاخرنا يعني. قال بس سيبه لنا. بس كان عنده كام سنه ساعتها يا استاذ؟ كان عنده 8 ونص 9، ويروح ويجي ومش عايز يروح ومش عارف يعني. كان بيهرب اساسا. كنت كل ما اوديه سكواش الاقيه اجي اخده ما لاقوش، الاقي العربيه اللي بيقول لك اصل هو مشي في اتوبيس بتاع نادي الجزيره بتاع الكوره، راح عندهم ماتش في نادي دجله. قلت له طب ازاي ده، انا سايبه هنا مش تسوق، هنعمل ايه؟ هو مشي. منى تعالي، كان عمه ساعتها قال لي تعالي بقى، تعالي ما ينفعش كده، تعالي اقعدي بقى اتفرجي على ابنك ان ابنك بيهرب بيروح على الكوره. لغايه دلوقتي اعتقد ان هم بيقلقوا يعني ان انا اروح العب كوره وبتاع. اصل هي كوره دايما كمان. طبعا سبوت وانت بدات تلعب بلاي ستيشن كوره، الوضع التشريحي بتاع الكوره مختلف تماما عن السكواش طبعا، فبيبقى مؤذي دايما يعني. يقول لك خلي بالك، دي عكس دي خالص، ومشت الرجل. وعبال مصطفى مهتم ودخلنا في موضوع السكواش ده، وعرف انه خلاص مش هيلعب كوره يعني، سنه سنتين يعني ابتدى يخش 9 ونص 10، كان عدى كان 11 سنه عدى، كان تحت 11 دي خدنا فيها 11 لاف يعني. نزل الماتش درجه عمه، كان بيقول مثلا الحكم بيشاور له خلاص انهي الماتش، بيعاد جوه، كان بيعاد جوه. بيعاد طبعا من الخساره. مش عارف السيرف، مفيش حاجه خالص، مش عايزه تيجي حاجه. السيرف مفيش. طب يا جماعه، طب ايه المتعه يعني؟ خلينا نفضل، هنفضل كده، هنبقى محدش مستمتع. انا مستمتع ولا مستمتع؟ وانا عايز ارجع الكوره. هو عايز يرجع الكوره. يا عم انت جبتني هنا ليه؟ وادي 11-0 كل شوط. شوفوا لي حل بقى. الموضوع صعب لحد يعني بدا يحب اللعبه واحده واحده، بدا يحبها لما بخش على الكوره كمان. مع لما بخش على الكوره، الكوره الاسكواش بخش عليها كده كانها كوره على شوط كره قدم. خدها ببطنه. ببطنه. خدها على صدره. عايز اخدها على صدره حقيقه. طيب يعني داخل عليها كده، فال يعني البوزيشن بتاع الاستقبال الكوره. نوبادي نوز. بس يعني لو قلنا ان مصطفى كان كمل كوره، لا انا اتصور كنت هتبقى جامد جدا. والله انا بحب، ممكن ارجع دلوقتي. هرجع دلوقتي. انا بقول الكلام ده عشان اشوف رد فعل قريب. والله بيقول لي ايه رايك، شفتني وانا بصور نفسي كده بيلعب كوره جاب جول؟ ايه رايك بذمتك؟ شفت عامل ازاي بذمتك؟ انسى يا مصطفى. بقول له خلاص يا ابني، الوقت عدى، انت راجل بطل. بس انت لسه هتبقى بطل. صحيح. مش لما نطت كوره في البطوله هو قال لي حلوه. طب ما انت بس انسى برضه يا مصطفى. طبعا ده بين السيرفات، هو يعني ايه بياخد الكره تلاقي ايه عملها 5-6 كده، ومطلعها كده بالمضرب وعملها بدماغه يعني. بيقعد يدخل الكره في السكواش. طب ده حاجه، عايزين فيديو من الفيديوهات دي يا مصطفى كده. لا عايزين فيديوهات من الكره وندخل الكره. خلي بالك انت دلوقتي بقيت درجه ثالثه بقى خلاص يعني. يعني خليت جمهور الدرجه الثالثه، اللي هو الجمهور اللي عاشق للكيان بشكل كبير. بس في صحفي انجليزي اسمه جيني ماديكس، هو ماسك صفحه كبيره جدا في السكواش في انجلترا، وهو يعني من اخطر الناس اللي بتحب مصطفى وبتشجعه. كان لسه متكلم على ان كان في لعيب بوكس زمان كان مانشستر يونايتد هو كان بيشجعه، وكان مستمد التشجيع بتاع اللعيب يعني بتوع الكوره ودخله للبوكس عنده. ايوه. فبيقول مصطفى بيفكرني باللي بيحصل نفس الكيس في يعني. هم شايفين شايفين ده ده يعني شاطر وعنده صفحه كبيره قوي فيها فولوز، اكبر فولوز في سكواش في العالم. وهو بيقول التشبيه ده، انا حاسس مصطفى بيعمل نفس اللي عمله لعيب البوكس ده زمان، ودي حاجه شايفه انها كليفر منه جدا، ان هو يقدر يستقطب كل الناس. حاسه مش بس احنا.